يا مالي يا مالي تطلع من هالمشكلة. معقول احنا الناشد الناشد من المنظمات العالمية، الناشد الحكومة العراقية، الناشد المنظمات الدولية، الناشد الصليب الأحمر يفزعون لأن اللي راحوا ما نعرف شنو مصيرهم. يا أبا الحكومة ما تقول لنا من المسبب، والله الحكومة تعرف المسبب وما تقول لنا بيه. نريد تدوين القضية بالله العظيم، راح الدولة الأفضل لأن سنتين وحكومتك غافية. فإحنا أفضل شيء يا أخوان يا عوالي شهداء، خلونا ندور القضية، نشتكي عند الأمم المتحدة، هي تودينا لجان للكشف عن المسبب. ما نعرف ليش سنتين جريمة بشعة، قال خلال 7 أيام يطلع التحقيق ولحد الآن ما معروف. معقولة يعني؟ معقولة ما تعرفون من المسبب؟ لا والله تعرفونه، بس لا، لأن ينتمي الفلان من الناس فما تدرون تقولوا، تخافون على ناس. بس إن شاء الله نقول حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم، حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم. يا من ولا غير.